السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد راح يتقدم لوحده، الواحد ده خالد ابن صفوان، ده من أسرى أثرياء العرب وصفوتهم، حد غني جدا من عيلة القوم. فقال لها أنا خالد ابن صفوان، وأنا الحسب وأنا النسب وأنا الفلوس وأنا معايا كل حاجة، بس أنا فيا شوية طباع وخصال هقول لك عليها، يا تقبلي بيها يا ترفضيها، وأنا أنا. فبنت الناس قالت له إيه هي الخصال دي يا عم خالد، أحب أعرف. قال لها إيه؟ إن الحرة إذا دنت مني أملتني، يعني هو يحس بالملل لو فضلت قريبة منه، وإذا تبعدت عني أعلتني، يعني لو بعدت عني هتعب وهتضايق وهتنفذ وهعيا كمان، ولا سبيل إلى درهمي أو ديناري، مفيش أي طريق للفلوس بتاعتي، وتأتيني ساعة من الملل لو أن رأسي بيدي لنبذته، يعني بيجي الوقت بقى مش طايق في حاجة خالص وبحسب الملل لو رأسي دي في إيدي لنبذتها رميتها. رغم كتر الملل بيقول لها لو دماغي دي موجودة في ايدي هرميها بعيد من كتر ما انا بتضايق. بنت الناس قالت له ايه؟ قد فهمنا مقالتك ووعينا ما ذكرت، اللي انت قلته انا فهمته وادركته كويس جدا، وفيك بحمد الله من الخصال ما لا نرضاها لبنات ابليس، هنصرف يرحمك الله. انت فيك شويه حاجات من نرضاهاش لو ابليس ده مخلف ما نرضاهاش لبناته. فالشاهد من هنا ايه؟ يا تبقى مواضع مهما كان معاك، لان انت هتقابل اللي عنده كرامه وهتقابل اللي عنده كل حاجه، ما تتنططش على الناس ولا بفلوسك ولا تقعد ترمي شروطك، وما حتى تقول شروطك تقولها بتواضع وبطريقه كويسه كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.